بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقدوتنا محمد رسول الله. فاللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فبارك الله في أخينا الأستاذ السي حسان، وبارك له في هذه الليلة المباركة، وبارك في أسرته وفي ابنته المباركة، وبارك في زواجها، وجمع بين زوجها في خير، وجعلهم الله عز وجل مباركين حيثما أحلوا وارتحلوا. فإن أس وجذر أي بناء لا بد أن يتم على أساس متين وقوي، حتى لا يتعرض لمؤثرات خارجية فتضعفه أو تهدمه. وهذا يتأكد ويتوجب أكثر في الدين. من هنا يقول المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه كما في رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه من صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. القوة هي ملكة مكتسبة، عرض مكتسب يكتسبه الإنسان، فيكتسبه الإنسان لحاجات ومآرب، إما للدنيا أو الدين. والمؤمن لا يكتسب هذه القوة إلا للدين ونصرة الدين ورفع من شأن هذا الدين ورفع من قدر هذا الدين وهذه الأمة. والقوة موضوع واسع شامل تندرج تحته عناوين كثيرة، وينسحب على حالات كثيرة ومختلفة. فلا يظن أن القوة لا تكمن إلا في إظهار العضلات وقوة الجسد والحركة والمصارعة وغير ذلك مما يفهم
لدى الناس أو بعض الناس فهما معوجا. فهذا الباب صوبه النبي صلى الله عليه وسلم وقومه وعدله ووجهه، ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فالقوة يحتاج إليها الإنسان في البدن والجسد والإيمان والعلم والفكر والهدف والأسرة والأمة. قوة في البدن، فإذا ما أعطاك الله عز وجل البدن صحيحا معافى فهذه نعمة. ثم أضف إليها العوامل التي تجعلها قوية وحافظ عليها، وما يسمى بالصحة أو النصائح الصحية في المأكل والمشرب والمبيت. هذا البدن القوي سخره في طاعة الله عز وجل، في خدمة الله، في خدمة دينه، سخره فيما يعود عليك وعلى أسرتك وعلى أمتك بالنفع، لأن هذه القوة ستسأل عنها يوم القيامة. والقوة غالبا ما تظهر في الشباب وما تعرف في الشباب، هذه الفترة فترة الشباب فترة فيها ما فيها من القوة، القوة العقلية والقوة الجسدية والقوة الشهوانية. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يوجه الشباب: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، من استطاع منكم الباءة، القوة بكل معانيها والتي يحتاج إليها الإنسان في الحياة الزوجية، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فليضعف هذه القوة بالدين، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. المرحلة يسأل عنها الإنسان يوم القيامة عن شبابه، عن عمره وشبابه. عمر فترة فيها أو مرحلة فيه أو في هذا العمر قوة: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. ثم مرحلة الشباب الأولى هي قوة، ولذلك قوة الشباب تنتهي عند الانتهاء 40 سنة، فواحد 41 سنة تنتهي مرحلة الشباب، تنتهي فترة الشباب، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة وبلغ 40 سنة القوة. وللأسف غالبا ما تضعف هذه القوة عند الشباب فيما لا يعني وفيما لا يفيد، وفي المعاصي والذنوب والشهوات والتلهي واللعب واللهو. فيجب أن نوجه هذه القوة لدى الشباب، وأن يوجه الشباب هذه القوة فيما يرضي الله عز وجل. هكذا النبي المصطفى
صلى الله عليه وسلم كان يحرص أشد الحرص على الشباب وجمع الشباب وتوجيه الشباب، لأن الدين بهم انتصر، أي بالشباب بالدين انتصر. والذين كانوا يلتفون حول النبي صلى الله عليه وسلم جلهم أغلبهم كانوا شبابا، كانوا شبابا. والله عز وجل امتدح وذكر الشباب في كتاب الله عز وجل، ذكر نماذج من الشباب في كتاب الله عز وجل. فيوسف عليه السلام شاب يافع وسيم جميل، عرضت عليه الفاحشة والمعصية فأبى وامتنع وأبان عن إيمانه وخشيته وخوفه من الله عز وجل. معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. وسيدنا إبراهيم عليه السلام أظهر قوته الكامنة في هذه المرحلة، مرحلة الشباب، فبدأ يكسر الأصنام والأوثان ويواجه الطغاة ويواجه الذين يعترضون سبيل أمر الله عز وجل ودين الله وتوحيد الله. ثم الفتية أصحاب الكهف، إنهم فتيتنا آمنوا بربهم وزدناهم هدى. القوة في الشباب، ثم فيهم قوة العقل، فلا بد أن يسخر هذا العقل وأن يوظف توظيفا حسنا، توظيفا مطلوبا مقبولا. فالعقول عند الشباب وعند المسلمين بصفة عامة معطلة، فأغلب الناس تستخدم العقول وتوظفها في الأمور الدنيوية الصرفة، ولا توظف فيما يعود على الأمة بالنفع، ولا توظف هذه الطاقة وهذه القوة العقلية في خدمة دين الله. لأن الدين إذا تقوى كنا أقوياء وأعزنا الله. ومن هنا يقول عمر بن الخطاب: نحن قوم كنا أذلاء ضعفاء ضعافا، فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغير الإسلام أذلنا الله. القوة في الفكر، أن يفكر الإنسان، يفكر لنفسه، يفكر لأسرته، يفكر لحيه الذي يعيش فيه، يفكر لمجتمعه، فيفكر فيما هو أنفع وأصلح. القوة في الهدف، ما هو هدفك؟ وما الهدف الذي تحمله؟ فهل هدفك قويا في الخير أم الهدف ضعيفة؟ إن كان للمصلحة وللمنفعة وللدين فهو قوي. فاستخرج طاقة الفكر والهدف، وهدفنا يجب أن يكون واحدا ولا نختلف حول الهدف: مصير الأمة، التوحيد، العقيدة، العبادة، الصلاح، صلاح الأمة. ثم القوة في المال، أن يكون المؤمن قويا في المال، ينفق أمواله في سبيل الله. فالجنة تشترى كذلك بالمال، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم
وأنفسكم القوة في المال، كذلك القوة في الإيمان وهو الأساس. فالإيمان هو الأصل والقوة جزء من الإيمان. فإن كنت مؤمنا كنت قويا في الإيمان، كنت قويا في الحياء، ويظهر هذا من قصة موسى عليه السلام. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استاجر إن خير من استاجرت القوي الأمين. القوي الأمين قوي رأت عليه الحياء، يستحي ولا ينظر إلى المرأة، باستطاعته أن ينظر ولكن إيمانه كان قويا فيه، فصرف بصره عن النظر إلى الحرام. فالمؤمن والقوي فيه فيصلح ويأمر وينهى ويبتعد عن الفواحش. المؤمن القوي يجب أن يكون في كل مجالات الحياة وأن يكون فيها، لأنه أمين ومؤمن وقوي، والله عز وجل يحبه. وكل صفة اتصف بها، كل صفة من صفات الله اتصف بها المؤمن إلا الله يحبه. المؤمن الله من صفاته المؤمن ويحب المؤمنين، كما يقول ابن القيم الجوزي رحمه الله قوي يحب الأقوياء، الله جميل يحب الجمال، الله كريم يحب الكرماء، الله محسن يحب المحسنين. فإن كنت أمينا وقويا لا تغش ولا تخادع ولا تنافق ولا تسرق، لأنك أمين وقوي. فيوسف عليه السلام حينما رأى ما أقبلت عليه الأمة أو الدولة التي يعيش فيها من الجذب والقحط والجفاف، قال للملك اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. إني حفيظ قوي، قوي الإيمان، قوي العقل، قوي التدبير، عليم لخبرة لتجربة، عليم بمجاري الأمور التي تجري في هذه الأمة. فالمؤمن القوي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير أفضل عند الله. المؤمن القوي، الدين الكتاب يحتاج إلى قوة، أن تأخذ الكتاب وتقرأه وتطبقه. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يا يحيى خذ الكتاب بقوة. الدين يؤخذ بقوة، الصلاة لا تهون فيها، الصيام لا تهون فيه، خذه بقوة. صلي في أوقاته، صم في شهره، زكي في حوله، حج في وقته. حينما تكون قويا مستطيعا، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله، وأحب إلى الله.
وهنا لفتة يجب أن ننتبه إليها حتى لا نضعف من قدر الضعيف المؤمن. فالضعيف المؤمن هو من أهل الخير، وقد يكون خيره لنا بركة أو علينا أو على الأمة، وإنما ترزقون وتمطرون تنصرون بضعفائكم بفقرائكم بضعفائكم. ضعيف لا حول له ولا قوة، لكنه قوي الإيمان. لكن في المقابل يجب أن لا يتمارض الإنسان في جسمه وجسده، وأن لا يتناوت علينا ديننا فيظهر بمظهر المساكين الضعفاء الدراويش، فيجعل ظهره ينحني أمام الناس وبين يدي الناس. فارفع رأسك وامشي في اعتدال ووسط، فأنت مؤمن مؤمن. لذلك أمنا عائشة رأت أناسا يتماوتون في مشيتهم، فسألتهم من أنتم؟ فقالوا لها نحن النساك الزاهدون في هذه الدنيا. فقالت لهم كذبتم، عمر ابن الخطاب كان إذا مشى أسرع وإذا أطعم أشبع وإذا ضرب أوجع، وكان الناسك حقا وكان الناسك حقا، الزاهد حقا. أما أن تضعف نفسك أمام الناس فلا ينبغي. النبي صلى الله عليه وسلم حينما هاجر من أو حينما جاء من المدينة إلى مكة فاتحا، فأوصى أصحابه، أوصاهم أن يظهروا القوة وأن يظهروا للمشركين القوة حول الطواف حول الكعبة المشرفة، أي في الطواف حول الكعبة المشرفة. وهذا ما يسمى في الفقه عندنا بالرمال. الرمال هو الجري، يعني السرعة، المشي يعني دون الجري، أي أقل من الجري. إنما الإنسان يمشي يظهر أو يظهر للناس أنه يسرع. لماذا؟ لأنه شاع، وهذه الإشاعات عن المسلمين في كل زمان ومكان، فأشاعوا عن المسلمين أنهم صاروا ضعاف لا يقوون على شيء، ضعاف في مشيتهم وحركتهم وأكلهم وشربهم وقوتهم. فالمسلمون حينما دخلوا مكة المكرمة فطافوا حول الكعبة المشرفة فإذا هم يسرعون في الطواف، فقالوا إن الذين أشاعوا هذه الإشاعة إنما هي افتراء وكذب، فهم أقوياء. وكان المسلم إذا أظهر بين يدي المشركين يظهر بقوة حتى في المظهر. النبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى أبا قحافة وشعره أبيض ظهر فيه الشيب، عمه الشيب، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغيروا شعره، غيروا شيب هذا شعر هذا وجنبوه السواد حتى لا يظهر علامة وشامة عند المشركين أنهم ضعافة. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، أشداء أقوياء. المؤمن القوي
خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، وليس القوة مقصورة على البدن أو على العقل فقط، وإنما هي شاملة عامة في كل ما يحتاج إليه المسلم في حياته. في هذا الزمن أيها الإخوة، فلا مكان للضعيف. في هذا العالم لا مكان للضعيف فيه، فالكلمة للقوي، والقوي يسمع وينظر إليه بنظرة تقدير، وقل بنظرة خوف ووجل. أما الضعيف فهو مهمش في الحياة بين الأمم، ولا قدر له ولا قيمة. حتى في عالم آخر غير الإنسان، فحينما تتأملون في حياة الحيوانات فترون عجبا، ترون عجبا. من يخاف منه؟ القوي. أما الضعيف من الحيوان فهو عرضة للحيوانات المفترسة، فهو عرضة للضياع. كذلك النبات، كذلك النبات، الشجرة القوية كالنخلة جذورها عميقة في الأرض، أصلها ثابت وفرعها في السماء، لا تتأثر بالرياح ولا بالعواصف. أما الشجرة كشجرة الحنظل أو شجرة صغيرة فتذروها الرياح من كل مكان، بل تقلعها وتزيلها عن أماكنها. هكذا الله عز وجل خلقنا وخلق لنا المقومات والمؤهلات القوة. خلق لنا بصرا فتقوى به، خلق لنا سمعا فتقوى به، خلق لنا عقلا نعمة من نعمه فتقوى به، خلق لنا أيدي فتقوى بها، خلق لنا أرجل فتقوى بها، وعش قويا وكن قويا، بشرط بإيمانك بدينك بعقيدتك، حتى تكون هذه الأمة قوية. اللهم قوي إيماننا، واغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.